بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر باننا في مدينه اللطائف بريف حماه الشمالي، حيث سقط بريم متفجر على المدينه منذ قليل واحدث هذا الدمار. طبعا هذه المنازل هنا سويت بالارض تماما، هذه المنازل سويت بالارض من جراء سقوط برميل متفجر عليها. طبعا يبدو البرميل في هذا الاتجاه، واضح اثار الدمار، واضح اثار الدمار، دمار كبير، دمار هائل. السلام عليكم. السلام. الله يعطيكم العافيه يا شباب. وين نزل البرميل؟ هون. الحمد لله على سلامتكم. هون المجرم بالشارع اسال عم يدب البرامج. اخي بس سمعنا انه بسقوط في غاز الكلور بالبراميل، حب اذا لو وضعتونا في الصوره. قالوا على القبضه في كلور بس طلع ما في كلور. يعني ما في كلور؟ لا ما في. ما حدا انصاب ولا اصابه سجلت؟ الحمد لله رب العالمين. يعني لا اصابه بالكلور ولا في جرحى؟ لا لا ما في. الحمد لله على سلامتكم الحمد جميل. لله ما في شيء خالص. اي الحمد لله. نحن بهمنا انه كلور، يعني ما حدا انصاب، ما في اصابات، ما في شيء خالص. لا الحمد لله ما في شيء خالص. اكيد. حاجه الدمار هذه حاجه. الحمد لله على سلامتكم. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. الحمد لله الله يسلمكم. كله هين. إذن واضح أثار الدمار في مدينة اللطامنة من جراء سقوط البراميل المتفجرة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. هذه المنازل سويت بالأرض تماما. 28/1/2015 مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.